يا اخو احنا بلديه خريسيه هذه رانا مضرورين، الشعب كاع راهو مضرور، بلاد خريسيه كاع ما استفادوش حاجه، اللي تجي ما نستفادوش، بارتمات جازوا بزاف صوالح وحنا ما استفدنا من حتى حاجه، كل حاجه اللي تجي تجوز علينا هكذا، وكي نروحوا ريكلامي ويقول لك استنى 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 مانيش عارف كنت نستنى، ورانا ساكنين كاع في الديار تاع قرمود وديار مريبين، تحب نطلعك دوك تشوف كيف رانا ساكنين، رانا في حاله كارثيه كاع، تقول ما سي بافري كاع، ما تقول ماناش عايشين. كاين دار الشباب، كاين الصطاد، كاين الطريق لي زاري مكاش، كاين لاجونس ما عندناش، تحب تريح في لاري الشتا الشتا فوقك، في الصيف سخانه بزاف، هاوليك تعبي الخادم هنا وتاع الدويره الفوق، مكاش هذوك حابسين، السيركيلاسيون بزاف، طريق مكسره، قضيه السكنه الناس مضراره، انا الحمد لله تتفاصل بصح الله غير الناس مضراره بزاف، كاين اللي ساكن مع خاوته، زوج خاوته، ثلاثه، اربعه، وكاع متزوجين، ساكنين في اف دو تاع القرمود. ميزون جان ما كاش وين يروحوا لي جان، مام الدراري تاعنا ما كاش وين يروحوا، تسمى ملي الزلزله تاع 2003 طاحت ما زادوش عاودوا بناوها، كاين دي بروجي يقول لك كاين دي بروجي بصح ما كاين والو، رانا نستناو، كاين الملعب البلدي عاودوا قال لك فيه اشغال في النص وحبسوه ما كاين والو، تسمى فاني ما كاش للشباب وين يروح يلعب. كما نقولوا محطة نقل المسافرين في الشتاء ما كاش وين يتخباو، وفي السخانة الناس ينضروا، تما نطلبوا فانك باش يسقموها لنا يديروا لنا غطاء، هذه هي. حنا ولادنا ما كاش وين يروحوا، بكري كانت كاينة دار شباب، دوك ريبوا دوك في العشر سنين كل عام يقول لك راح نخدموها، طات هايداك رايك شغل التيران هايداك، ما كاش وين يروحوا، استاد دوكا في العامين بداوه بصح مازالوا ما كملوش، بقى هكذاك. بالنسبه للسكنات رانا نشوف بلي حنا ولاد البلاد ما خزروش فينا، مش انا مانيش مفروض عليا باش ندير احتجاج باش يعطوني السكنه، انا نحب كيما انا كيما الناس، نستفاد كمواطن كيما انا كيما الناس، ماشي حاجه لازمه باش ندير عليا باش ندير احتجاج وباش نطلع على كي هضرنا مع المير قال لك انا المير قال لك انا ما عنديش حاجه في يدي، قال لك الوالي هو اللي ديسيدي، وحنايا الوالي راه يقول لك السكنه كاينه مدوا للشعب، وحنا عندنا حق كيما كاع الناس كيما كاع البلديات، نطلبوا من الوالي يخزر فينا بعين الاعتبار. ما الباطيمات هابو اللي سربوا ما يسربوا غير للهش، الهش ولاد البلاد ما مش يدوا كاع، تسربوا هنايا خطره 1432 زادوا تسربوا اللي هي قريب في 200 وحده في حوش الكازوز، وهنا في سيدي بوخريز سربوا 1432 وما استفادوش كاع ولاد البلاد، ما كاين والو. انا برك فهمني واش من البلديه اللي تبنات فيها 4000 لونجمون وما تسير والو لهذيك البلديه، ما طاولهمش ميم با 200 ابارتمون ولا قال سير بها لولاد البلاد، يقول لك السكنات الايله للسقوط، احنا رانا هنا ساكنين في ديار القوري 1800 مبنيين، راهي السكنات تاعنا كاع ايله للسقوط، من حقنا يديرونا احنا مع الهش ماشي غير السوسيال، السوسيال 80 تاعهم ما تكفيناش، حتى وكان يسير بيه 80 تاع السوسيال ما تكفيناش، لازم ينقصوا في السوسيال وينقصوا في الهش. يقول لك انتم برهانكم ان كنتم صادقين، روحوا للديار كاين اللي يطبع خوه باش يرقد كيما هذا، هاوليك هاو عنده نص حانوت قاسمه مع خوه، اخوه مزوج عنده زوج دراري، حبيت تجوا معنا تجوا معنا تروحوا تشوفوا هنا لتحت، وكاين هنا يقل سبع فاميليات، سبع خوه مزوجين عندهم زوج شنابر، دومونداو غير دومونداو جاولوا بالقوه العموميه. احنا عندنا حق ولا ما عندناش؟ احنا كمواطنين عندنا حق، انا في عمري 34 سنه عندي ثلاث دراري، عندي شومبره مغطيه بالحديد، هذا راهو في عمره 42 سنه مازال ما بالحاره مازال ما لقاش وين هاو خاطب ما قدرش وين، هذا راهو كيف في حانوت، هذا يرقد في الحانوت اخوه. يا دي مودي يعطيني سكنة راني ساكنة في تيرنيت وباربين، راني محروقة الليل مع النهار، إلا شتا ليا، إلا برد ليا، حتى الحيوان الطومبيت لينا، وكيفاش نديرو؟ هذا المير يصبر فينا ما عطانا والو حتى حق. أنت كيفاش تسير بي 4000 سكنة؟ على كل حال كل واحد مبروك عليه، الله يجعل كل واحد الله يسعد يكمل سعادة كل واحد، سير بي 4000 سكنة وتعطي لهم وتخدم لهم وين يلعبوا وين يحطوا وين، وحنا ولادنا ما عندهمش حق؟ انا ما نقدرش وليدي ما نقدرش نطلقوه. حنا رانا مضرارين كاع، ولاد خريسيه ما كاش اللي دا ملي بدات الترحيلات ما كاش اللي دا يعني السكنه،
حنا رانا نطالبوا دوك طالبنا عده مرات رئيس بلديه خريسيه باش يعطينا سكنه، وعدنا شحال من خطره نروحوا ليه ونعاودوا يوعدنا. هذه المره قالنا حنايا ماشي في يد الوالي، حنا نطلبوا من الوالي ولايه الجزائر يعني يخزر فينا، لانه بلديه خريسيه تابعه ولايه الجزائر، ما كاش اللي يستفاد منا يشوف فينا يعطي شويه للغاشي. الناس راهي مضراره بزاف. قالوا في الاذاعه باللي تسربت السكنه لولاد خريسيه، ولاد خريسيه راهم هنا، ما كان حتى واحد رحل. اذا كاملوا دخل لهنا ولا حاجه تاع رحله، خويا راكم هنايا، انتم راكم معنا. احنا ما كاش، احنا ما كاش بزاف ولاد خريسيه، احنا ما كاش، عندنا سونترفيل. دوك انت ترحل الانسان ولا زوج تحسبوا على ولاد خريسيه، سي با نورمال. هذه كيما طهم هما لازم يغزو فينا شويه يعطينا. انا فاني عندي عازب راه بلا زواج، راه بلا زواج مسكين، ويقولوا يا يما يفرج ربي، ودي يفرج ربي. احنا اللي نسكنوا في لافين ما كاش بزاف، يا ربي اللي محتاجين كان واحد 50 واحد، ما كاش بزاف. وهذه خطره سير با بالك قريب 2000 ما خرج حتى واحد من بلديه خريسيه. بون هادو تاع اللي جاوا يسكنوا منا على برا هادو عطاو لهم، بصح ما هم مش ولاد خريسيه هادو. هادو بالك عنده، بالك اللي عنده 6 شهور، بالك اللي عنده عام راه استفاد. وحنا ولاد بلاد مساكن كيما هذا راه ما عنده 10 دراري في الدار، ما كاش ونيبات، ما كاش حاب يتزوج مسكين، ما كاش ماله. ندموا لي من الوالي يخسر فينا، يعطينا غير السكن. هذا مكان، هذا مكان، هو ياك بوتفليقه قال لك مدلنا 100، يعطيها لنا هذا مكان تاع السوسيال. هذا مكان انا نسكن في حانوت، والله غير في حانوت، انا نرقد في حانوت. هذا مكان زيد عندنا استاد ما عندناش، دار الشباب ما كاش، هكذا زيد لي زاري وين الناس ما كاش، بولي كلينيك في الليل تروح ما كاش، بولي كلينيك تروح بولي كلينيك في الليل هكذا تحوس على الطبيب ما كاشوك، روح للدويره ما كاش، لومبيلونس هنا الفوق هكذا ما كاش. حقي انا بنت جهيد، يعطيني حقي كان كي خياتي. علاش انا قاعده مع خياتي ما عندي لا دوار، قاعده غير بين ربع حيوط، عندي بيتي كوزينه ما فيها سلحه، ما فيها دوت، ما فيها بيت راحه، ما فيها والو. درك انا كيف نعيش؟ قولي يرحم والديك. تفضل ضايعه، انا ضايعه، درك وين نروح؟ وين نروح؟ احنا نطالبوا في حقنا يا خويا، احنا نطالبوا في حقنا، ما درنا والو، ما غلقنا طريق، ما كسرنا، ما خسرنا، ما والو. يعطونا حقنا برك، يعطونا حقنا. هذا ما كان يا اخي، يقول لك كل جزائري عنده حقه. يا خويا يعطينا حقنا.